حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بيت القصيد. على امتداد الخريطة الشعرية عرفت العربية صنفين من المهتمين، جمهورا واعيا مطلعا يحسن توجيهه كتاب واعون سامون فكرا وقيمة وأهدافا، وهذا جوهر اللغة، الارتباط الأبدي بالهوية. جوهر اللغة الارتباط الأبدي بالهوية كما قلنا، وبالانفصال، وكذلك الإيمان بمقتضيات الحق ونصرته والثبات على المبدأ مهما كانت التضحيات جسيمة. مشاهدينا، اسمحوا لنا أن نرحب بالنيابة عنكم وبالأصالة عنا. معنا في الأستوديو الشاعر السوري المتميز شعرا وأثرا ابن مدينة حماة، الأستاذ خالد المحيميد. أهلا بك أستاذ خالد، حللت أهلا ونزلت سهلا على بيت القصيد. حياكم الله أستاذ مصطفى، شكرا لكم على هذه الدعوة الكريمة، شكرا لبيت القصيد وقناة الرافدين بكل كوادرها وعامليها كلهم باسمي ومقامي. لا شك أننا نحن الأكثر سعادة بتشريفك لنا في هذه الحلقة أستاذ خالد. وقبل الذهاب إلى الشعر أو إلى النقاش الحر فيما أعددنا لكم من أسئلة ونقاش من المؤكد أنه سيكون جميلا رفقتك، قبل أن نبدأ إطلالة سريعة نريد على خالد المحيميد وما تحب أن تقدم به نفسك للجمهور العراقي أولا والعربي ثانيا ولكل متابعي بيت القصيد بدقيقتين، لك كامل الحرية، تفضل. خالد المحيميد سوري من أبناء محافظة حماة مدينة حلفاية بنت العاصي. نعم. أحاول كتابة الشعر على ما أكتبه يصل للناس. نعم. أقيم في تركيا منذ أن كفر السلاح بحق الحياة وحرمة الدماء، منذ أن دارت على الحر الكريم الدوائر، منذ أصبحت لا تمرداً على هبل ومنات. عظيم، جميل جدا، هذه هي المقدمة الشعرية التي لا تخلو من العاطفة، وربما سيطرت عليها عاطفتك الجياشة أستاذ خالد، وليس بعيدا عن التفكير العاطفي، ولكن ذهابا إلى عمق يعني رأيك فكرا وجوهرا فيما يتعلق بالإجابات الآن، ليتك تحدثنا عن دور الشاعر في تبني قضايا المظلومين من وجهة نظرك، أين يكمن دور الشاعر هنا؟ العلاقة بين الشاعر والوجع بشكل عام هي علاقة حميمية. نعم. وهذه العلاقة الحميمية، وإنما نقصد بالعلاقة الحميمية، هي ذات شقين. فقد يكون الوجع حلواً وقد يكون مراً في ذات الوقت، وبالتالي صحيح، فإن للشاعر مهمة تكبير صوت المظلومين. أحسنت. لأنهم غير قادرين على إيصال أصواتهم، لأن أصواتهم قد لا تتجاوز حناجرهم أو مدى دموعهم. أحسنت، يعني الشاعر عبارة عن مكبر صوت ناقل لأصوات وأوجاع المظلومين في هذه الحياة. نعم، بالتأكيد. أحسنت وصفا أستاذ خالد، بارك الله فيك. إلى أولى القصائد التي تود أن تشنف أسماعنا وتمتع قلوبنا بها، إلى القصيدة الأولى، تفضل. من القصائد المحببة إلى قلبي وتمثلني كثيرا، أحن ولكن. خذنا إلى هذا الحنين. لبيت على ضفة الذكريات، تكفن بالسقف عند الممات، لنهر عصى كل أقرانه، لتزهر في روضنا الأمنيات، لضيعتنا البكري وقت الأصيل، تخيط من الشمس شعر البنات، لحاراتها السمري خلف الضباب، ترتل بالجرح لحن البيات، لأمي التي خمرت عمرها لتطعمنا منه خبز الحياة. جميل. لصوت الرسول أبي بكرة يطهر أرواحنا بالصلاة، لتكبيرة العيد حيث الندى يحني صباحا كفوف النبات، لعم السمندري ذاك الذي يزين أروقة الأغنيات، لمحبوبة شلت أشلاءها بقلبي لتدفنني في الشتات، لنفس الرؤوم التي حوصرت بجيش الأسى من جميع الجهات، أذوب اشتياقا ولكنني سأبقى كما كنت، صوت الحفاة
سأبقى على التل مستمسكا بعهدي ولو لم يصنه الرماد. فلا تسألوني السكوت، اسمعوا، أموت ولا أنحني للطغاة. أموت ولا أنحني للطغاة، جميل هذا الفكر وهذا التشبث بالمبدأ برغم ما يتكبد أو يعني يحضر في روح الشاعر من تضحيات لابد من أدائها. عن الشاعر حين يكون جزءا من قصة الظلم ويدفع الثمن، كيف يكون شكل القصيدة حينها أستاذ خالد؟ حينما يكون الشاعر جزء من قصة الظلم يصبح أحد رواتها الثقات. نعم. تصبح القصيدة معجونة بالمعاناة والألم، والتوقي إلى نور يشق عتمة ليل الظلم الطويل، ويصبح الشاعر كما أسلفت. نعم. صوت من لا صوت له، ومكبر صوت من كان صوته ضعيفا. أحسنت أحسنت. الآن إذا أردنا أن نذهب إلى موضوع مختلف عن الوقت وأسواره والامتزاج حسا وكتابة مع القضايا الكبرى، كلمنا عن مضمون ديوانك الجديد ومدى ارتباطه بالجرح السورية أولا والعربية ثانيا. خارج أسوار الوقت ديوانك الأول. خارج أسوار الوقت هو ديواني الأول، صادر عن دار مزيك للدراسات والنشر، مشارك طبعا في معرض إسطنبول الدولي للكتاب، حاليا الكتاب العربي. خارج أسوار الوقت يمكننا القول أنه حكاية شعب وجد سماء وأرضا. نعم. ولكنه لم يجد فيهما سماءه وأرضه. يا الله. حكاية شاعر أجبر على طرق أبواب اللجوء ولم يكن لديه سوى 250 دولارا في جيبه. يا الله. ووطنا جريحا في حقيبته، لكنه يملك آلافا من صور الضحايا في ذاكرته. هي سيرة ذاتية خاصة بشكل القصائد. نعم، وأنا أعتبرها أيضا هي صوت كل عربي حر، صوت كل عربي شريف، وأتمنى أن يكون كذلك. خذنا إلى تلكم الأصوات التي تلح عليك، وكذلك ينبغي عليها أن تطرق أسماعنا ووجداننا الآن، إلى قصيدتك الجديدة. القصيدة الجديدة إلى محمود درويش. عظيم. الآن يا درويش، عشر ممالك سقطت كأوراق الخريف اليابسة. الآن لم تعد السماء نظيفة، والماء لا يرعى حدود اليابسة، والريح تعبث بالمنازل كلما حنت عيون النافذات الناعسة. الآن أصبحت البلاد مخيفة، وتلالك الشماء مثلي دارسة، تترقب الغيم المهاجرة مثلما يترقب الأرق الغريب هواجسة. الآن تحصيل لأمس خاسر، ونتيجة لغد يماطل حارسة. الآن تحصيل؟ الآن تحصيل لأمس خاسر، ونتيجة لغد يخاتل حارسة. الآن يلتحف القصيدة شاعر قد أحرقت نار الحروب ملابسة. عظيم عظيم يا أستاذ خالد، ما شاء الله عليك. كيف يمكن بعد لفظ ضفوك ولا عششاني أوك أكيد، كيف يمكن الكلمة باعتقادك أن تكون سبباً بتشكيل صورة المستقبل والمأمول بحيث يبقى الأمل حاضراً في المشهد، كل المشهد تكون كذلك عندما تتحد بالحقيقة؟ نعم. وتتسلح بالقضية عندما يؤمن حاملها أنه يحمل مشعلاً من نور، عندها تصبح الكلمة وسيلة. نعم. لغاية سامية. تصبح الكلمة وسيلة لغاية سامية. وأنعم بالشعر من وسيلة لغاية سامية هي الحرية وكرامة الشعوب وخدمة الإنسانية، كل الإنسانية. بعضهم يحمل الشاعر أستاذ خالد فوق ما يطيق، هل ترى أن الشاعر يعني قصيدة تكتب، أم أن دوره يتجاوز ذلك لإثبات قوله بالفعل وإن بدمه؟ رأيك في هذه القضية؟
دعنا ننظر إلى الأمر من زاوية أخرى أستاذ مصطفى. تفضل. تحت بند لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إلا وسعها. أحسنت. والشاعر صاحب كلمة، فوسع نعم. الشاعر الكلمة، ووسع الطبيب معاينته وجراحته، ووسع الأستاذ تبليغ ما تعلمه. نعم. وهلم جرة. والشاعر في النهاية فرد من أفراد المجتمع. صحيح. وسلاحه الكلمة. نعم. والكلمة برأيي رصاصة قد تطلق على صدر ظالم ثأرا، وقد تطلق في الهواء ابتهاجا لفرح ما، وقد تطلق على ظهور الشعوب غدرا أيضا. نعم. من بعض من نعم. يتربص بهم دائرة السوء للأسف. نعم. إلى قصيدة جديدة الآن، ولعلها تكون مختلفة عن أخواتها السابقات. نقرأ إلى الشعر من جديد، من القصائد. اقرأ ما تحب. المحببة أيضا وربما تمثلني أيضا، قصيدة بعنوان على قد الحال. على قد الحال. نعم. تفضل. بنفسي بلاد ترى من خلالي، وراحة بال بحجم انشغالي، عظيم، وبيت كأبيات شعري بسيط، وعيش كريم على قد حالي، وخل وفي إذا احتجت عونا يردد لبيك قبل السؤال، وأصحاب ود يغطون عيبي وينسون جيبي ولو زاد مالي. الله. ومجلس أنس نقي كروح العتيقة من غير قيل وقال. ومجلس أنس ندي كروح العتيقة من غير قيل وقال. وقال بنفسي فنجان قهوة أمي على شرفة الصبح من دون هالي، وصوت أبي الماء، وصوت أبي الماء رب البحار يعبد للموجة نحو اكتمالي. عظيم. وضوضاء أطفالي العابثين بشعري وشعري وجو المثال. بنفسي حبيب يلملم قلبي الذي بعثرته الكفوف الغوالي، حبيب كأمطار آذارا يحيي جذوري وينقذني من رمالي، ويشتل نيسانا في كل شبر بروحي بعد العجاف الخوالي. بنفسي لقيمات صبر جميل أسد بها جوع شوق العضال. يا الله. وبأس أشيل به هم أهلي كما شاله نازح في الشمال، إذا أسلم الصبح للمستحيل يمكنني من رقاب المحال. بنفسي إيهام رقعة حظي بأني على ضيقها لا أبالي. بنفسي إيهام رقعة حظي بأني على ضيقها لا أبالي. لا أبالي. بنفسي تلقيم عداد عمري دقائق وقت من الدمع خالي. يا الله يا الله. بنفسي وكل الذي أشتهيه ولا أشتهيه بعيد المنال. بنفسي وكل الذي أشتهيه ولا أشتهيه بعيد المنال. نرجو أن يصبح قريب المنال فتتحقق هذه الأحلام الواعدة التي تؤسس لكرامة وحرية ورياض غناء وحياة سعيدة يستحقها أهلها، كل أهلها. أستاذ خالد، الشعر من منظور إنساني الآن سنتحدث، ولكن قبل أن نذهب إلى هذا المحور المختلف من حيث الأسئلة، ربما أخذك إلى سؤال خارج السياق، ولكن سبق ودار بيني وبينك على المستوى الشخصي حوار بخصوص ما أود أن أسألك عنه أمام السادة المشاهدين الكرام. المشروع الأدبي الذي يلح في وجدانك ويلح عليك الآن ويسيطر على ذاكرتك وعقلك وقلمك وأحاسيسك مجتمعة وتتطلع إلى تنفيذه والقيام به أو القيام به ما بعد خارج أسوار الوقت، ما هو المشروع الذي يسيطر عليك؟ سبق وحدثتني عن الجيل الطالع. حقيقة من خلال مشاهداتي في معرض اسطنبول الدولي للكتاب العربي، نعم، لاحظت إقبال الفئة الناشئة على الكتب، ولاحظت أيضا اتجاههم إلى نوع محدد من الكتب،
فرأيت أن من واجبنا نحن كشعراء أدباء مثقفون أو مثقفين أن نتجه إلى هذا الجيل وأن نوجه بوصلته إلى الاتجاه الصحيح. يقول خوان لويس ليس من المهم، أو معنى ما يقول لا أستذكر العبارة بالتحديد، المهم جوهر القول، جوهر القول ليست العبرة بقراءة الحديث أو القديم أو المشهور، العبرة من القراءة والمقصد من القراءة هو الاستمتاع. نعم، ونحن نريد من هذا الجيل أن يستمتع بما يقرأ، لا أن يلهث خلف مشهور أو كتاب ما أخذ صيتا ربما أو ذاع صيته بين بقية الكتب. أحسنت أحسنت يا أستاذ خالد. حبذا لو تكلمنا عن رأيك ورؤيتك فيما يتعلق بمعرض الكتاب بنسخته السادسة، ومدى حاجة العرب المغتربين المقيمين في تركيا لمثل هذه المعارض، إسقاط ضوئي على معرض الكتاب وكيف رأيته، وأكثر ما علق في ذهنك من هذا المعرض في نسخته الحالية. حقيقة أنا متابع للمعرض منذ بداياته، منذ اليوم الثاني أو الثالث على ما أظن، طوال ساعات المعرض متواجد هناك. قمت طبعا بإلقاء أشعاري في أمسية، نعم، ووقعت ديواني أيضا في حفل التوقيع. مبارك، بارك الله بكم. ورأيت بعض المشاهدات، حقيقة رأيت الإقبال على أنواع من الكتب دون أخرى. نعم، ربما السائد أو الذي يطغى في هذه الفترة بالتحديد الروايات بصراحة تامة، أكثر من الشعر وأكثر من القصص وبقية أنواع الكتب. أحسنت. ما لفت انتباهي صراحة شيء فعله منسقو المعرض والمسؤولون عن المعرض، أنهم قاموا بجلب المشهورين على اليوتيوب. نعم، اليوتيوبرز، ووظفوهم في المعرض، وهذه خطوة أنا أكبرها وأجلها حقيقة يعني. تواجدوا بين الناس، شاركوهم الصور، شاركوهم اقتناء الكتب. هذه خطوة تحسب للمهرجان، نتمنى أن يكون المهرجان بشكل أكبر من ذلك، نتمنى أن يكون هناك اهتمام أكبر، نتمنى من الجهات الرسمية أن تلقي ضوءا أكبر على هذا المعرض في السنوات القادمة. إلى قصيدة جديدة الآن يا أستاذ خالد، كلنا شوق، سنؤجل النقاش قليلا. على بركة الله، تفضل. بلا موعد تأتين مثل القصائد، جميل، فترقد سماري وتصحو مراقدي. من الأول من جديد. بلا موعد تأتين مثل القصائد، فترقد سماري وتصحو مراقدي أو رواقدي، تفلين أحلام البريئات مثلما تفلى بنات الفكر في كف ناقدي، فيخضر ثوب الوقت تلقاء بسمة ويصفر حقل الدمع فوق الوسائد، ويبرد من عينيك ما كان لاهبا ويدفأ من كفيك حضن المقاعد. عظيم. ويبدأ فصل السعد من حيث تنتهي فصول النوى الحمراء بنت المواقد. يا الله. أيا كل ما يحلو لعيني وأحرفي، قطعت ثلاثيني وما اشتد ساعدي. يا الله. خبرت رمايات الوفاء ولم أصب سوى جاحد يفضي إلى ألف جاحد. عظيم. خلا بعض من لم يفسد الدهر ماءهم فظلوا كما كانوا عذاب الموارد. خلا بعض من لم يفسد الدهر، يفسد الدهر ماءهم فظلوا كما كانوا عذاب الموارد. أراني وقد أودعت في الناس موثقا، أعود إلى ذاتي بغير فوائد. يا الله. كمن يزرع الآثار في الرمل جاهلا بطبع الصحارى أمهات البوائد. أراني أزف الخطوة للدرب ناسيا حراب الجهات الست، ست المكائد. أنا رائق بالطبع كالماء
لين رمت بي رياح العصر في حضن جامدي يؤاخذني إن أحرق الفقد دمعتي وحسبك من صوت النوى دمع فاقدي. يا الله عظيم. أنا واحد كالشام والكون خصمه، فكيف يصير الكون ندا لواحدي؟ أنا واحد كالشام والكون خصمه، فكيف يصير الكون ندا لواحدي؟ على أرض أشعاري بنى الحزن مجده وشيد فيها ناطحات المواجد وأوكلني بالدمع مرا كأنني بلغت من الأفراح سن التقاعد. وأوكلني بالدمع مرا كأنني بلغت من الأفراح سن التقاعد. تعبت. عظيم يا خالد، أكمل. تعبت ولا ظهر لدي يقلني ولم ألق في جب الأسى من مساعدي. تعبت كثيرا فامنح القلب نظرة أشد بها أزري وأروي مقاصدي وزوري مرارا يا فديتك علني أخلص من فك المرارات خالدي. ثقيل دم الساعات من غير صاحب كثقل لقاء في نظام التباعد. أعد البيت الأخير مرة أخرى. ثقيل دم الساعات من غير صاحب كثقل لقاء في نظام التباعد. هذا فيه تأريخ لفترة الكورونا بطريقة والتفاتة ذكية جدا. أحسنت أستاذ خالد، لا فضى فوق جزيلا. لكن أين هذا الصاحب؟ قل هذا الصاحب مع الأسف، ونتكلم بكامل الصراحة، قل هذا الصاحب في هذا الزمن، ولا ننكر أنه موجود بكل تأكيد في حياة خالد أبو جاسم. نعم، هناك أصحاب أستاذ خالد، أنا أعتز بهم بكل تأكيد، وهم من المؤكد يعتزون بك ويعتدون بتجربتك وبإخائك وصحبتك وفرادتك بالحب واختلافك عن غيرك. شكرا. من أقرانك بأسلوبك المتميز وإلقائك العذب للشعر وإجاباتك التي تمثلك وتشبهك تماما ولا تشبه شخصا آخر. قبل ما نكمل في الشعر أو في الأسئلة، باعتقادي لابد من استراحة قصيرة، ما رأيك؟ على بركة الله. خلاص نطلع لفاصل الآن. تمام. طيب. مشاهدينا الكرام، بعد قليل نواصل، ابقوا معنا، فاصل قصير ومن ثم لنا عودة. حياكم الله أعزائنا المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من بيت القصيد. ولمن التحق بنا مؤخرا، أذكركم ضيفنا في الأستوديو الشاعر الأستاذ خالد المحيميد من سوريا. أستاذ خالد، قبل أن نعود إلى القصائد من جديد، كيف يمكن تدويل القصيدة بحيث تصبح منتمية للكل لا إلى الجزء فحسب؟ عندما يؤمن أصحاب هذه الكلمة بأن الكلمة لا تؤطر بمدرسة واحدة، نعم، بل تنهل من كل المدارس لتشكل حالة إبداعية تتماشى وروح العصر. نعم، جميل. إلى الشعر من جديد. إلى الشعر. رهين الغربتين. رهين الغربتين، على إيقاع رهين المحبسين. نعم، تفضل. كون احتمالا إذا كان النوى فرضا من غربتين
وهذا القلب ما نبض. كوني له عند باب الغيم تذكرة ليمتطي صهوة الأمطار إن قبضا، ودثريه بعين منك باردة فقد يعيد إليه الدفء ما نقض، وقد يبشر بالأفراح مانعها يا الله، وربما يسر الأحوال ما اعترض. وقد يبشر بالأفراح مانعها وربما يسر الأحوال ما اعترض. يا حبة العين، ما ذنب الذي انقلبت به الموازين إلا أنه رفض. يا حبة العين، ما ذنب الذي انقلبت به الموازين إلا أنه رفض. ما ذنبه والذين استنصروا انطفأوا قبل النداء فذكى نفسه وأضاع. ما ذنبه والذين استنصروا، ما ذنبه والذين استنصروا انطفأوا قبل النداء فذكى نفسه وأضاع. أهدى إلى الأرض من عينيه ماءهما وراح يحصد منها القر والرمضا. عظيم هذا البيت. عاد، أهدى إلى الأرض من عينيه ماءهما وراح يحصد منها القر والرمضا. لا يصغر المرء إلا من تخاذله. يا والله. ولا يهون إذا ما عظم الغرض. أحسنت. في الغربتين مقيم دون دمعته، قضى له البعد في أيامه فقضى، معلق من أمانيه استوى سفرا، فهل ترق له الدنيا ولو عرضا؟ ما زال ينحت من صدر القصيد رؤى، وكلما اتسعت أشعارهن قبضا. يا الله. ما زال يفرش للأصحاب مقلته ويحمل الهم عنهم كلما نهضا، له على ساحل الأيام أشرعة ألقى على حزنها من دمعه ومضى، يسابق الدرب محفوفا بوحدته، لعله يكسر الحظر الذي فرض، لعل صبحا بظهر الغيب يسعفه فيستحيل خلودا بعدما انقرض. ومثل هذه القصيدة تستحق الخلود لا الانقراض. أحسنت أستاذ خالد، يعني ابتطيت قافية صعبة لكنك كنت مرنا حينما تنقلت بين أفيائها. هل مفروض على الشاعر أن تكون تجربته إنسانية في المقام الأول، أم أنك ترى بأنه ينبغي أن ينتمي إلى وجعه الخاص لا أكثر؟ بصراحة، وما المانع من جمع التجربة الإنسانية بالوجع الذاتي للشاعر؟ نعم. فأنت كما تعلم أستاذ مصطفى، الجمع بين عددين يعطي ناتجا أكبر من صحيح. كل عدد على حدة، فجمع هذين أو فلنسميها هاتين النقطتين مع بعضهما قد يجعل من الشاعر أكثر تأثيرا ووصولا برأيي الشخصي. أحسنت. الآن إلى الدواوين. باعتقادك، ما العبرة من طباعة دواوين الشعر في زمن عزوف الناس عن القراءة؟ هل هي فكرة تراكم جهود فكرية إنسانية، أم المسألة أبعد من ذلك بكثير؟ صراحة أنا لا أنكر عزوف الناس عن القراءة ولا أقره بالمطلق حسب مشاهداتي في نعم. المعرض مؤخرا، لكن الشعر باق ما بقي عشاق الجمال والإبداع. عن نفسي أتحدث عن ديواني، طبعا أنا أعتبر نفسي أوثق حالة شعورية، ودون في دفتر التاريخ مرحلة ما، لا أريد للأجيال القادمة أن يمر من أمامها مرور مركبة على طريق سريع. أحسنت. أنت توثق لمرحلة شخصية لدى خالد أبو جاسم كشاعر، وكذلك نعم. تؤرخ لمرحلة عاصرتها وعايشتها بكل تأكيد نعم. من عمر الشعوب، شعوب المنطقة والإنسانية جمعاء، إضافة أو قبل ذلك من حياة وطنك الجريح الذي لا يزال نازفا وجراحاته متواصلة. صحيح. هذه الأحزان التي تقودك
إلى الكتابة، أيها يحثك أكثر أو أيها يحرضك؟ الأحزان الممتدة على طول الوجع السوري، على طول خريطة الجرح السوري، أكثر ما يستفز خالد أبو جاسم فيدفعه إلى الكتابة بصراحة؟ المناظر التي تمر أمام عدسات عيونا كل يوم. نعم. عجزنا يا الله على تجاوز الحدود، عجزنا على التخلص من قضبان الغربة، عجزنا عن فك نعم الحبال التي وثقت بها أيدينا وأرجلنا وأفواهنا. قاسية هذه الإجابة، هذا الحال، لكنها ربما ليست بحجم قسوة ما تعيشه أوطاننا من مواجع لا تزال مستمرة. بكل تأكيد. نريد قصيدة علها تخفف من وطأة ما ناقشناه قبل قليل من ألم وحزن وهم وغم، نريد قصيدة فيها شيء من الأمل. طبعا لك الحرية، اقرأ ما تحب، لكن عسى، أنا متفائل وأقول عسى أن يكون فيها من الأمل ما أرجوه وأبحث عنه. تعالي سئمت القلب من غير صاحبي، هذه فيها كل الأمل لي وللسادة المستمعين والمشاهدين. تفضل، تعالي. تعالي سئمت القلب من غير صاحبي، لقد لان دمعي مثل ما لان جانبي، كسرت مجاديف الرحيل تقربا، وأحجمت عن بحري ليرتاح قاربي، وأوثقت هذا العهد مذ صار مذهبي قصيدي بالأشعار أم المراتب، لأني أرى أن الرجال مواقف بمسك القضايا لا بمسك الشوارب. لأني أرى أن الرجال مواقف بمسك القضايا لا بمسك الشوارب. أحسنت، عظيم هذا البيت. تعلمت من منفاي ما ليس ينبغي لغيري من أبناء شم المواهب، تعلمت تشييد الطواحين عاليا لألوي ذراع الريح ذات المآرب، تعلمت تقطير الليالي لأنتشي بصبح نقي الكاس من حر راتبي. عظيم، أعد يا أبو جاسم، أعد. تعلمت تقطير الليالي لأنتشي بصبح ندي الكاس من حر راتبي، تعلمت تدوير الجراحات راغبا بماء كماء الحب عذب المشارب، وما ضرني من لدغة الدهر سمها فقد يمسح الأورام سم العقارب. وما ضرني من لدغة الدهر سمها فقد يمسح الأورام سم العقارب. أنا مثل كل الناس في الفرض، إنما سموت عليهم بالخفاف الرواتب. الله. أعيش بطبعي مثل ما كنت بينما يخبون أشواكا وراء المراحب. يا الله. وأخفض للأصحاب قلبي تراحما، وأحفظ قدر النفس من باب واجبي، فإن آوت الأضواء غيري بزيفها طلعت ضياء من شموس تجاربي، لأن الذي أخفيه كالريش وزنه أسير كأني لا أشيل حقائبي. لأن الذي أخفيه كالريش وزنه أسير كأني لا أشيل حقائبي. أنا هكذا يا ريم، كالشام واقف على شرفة المأمول أروي مطالبي، معي عشر أعوام مضينا كأنني ظلال بلاد في جفون محاربي، معي من بنات الشوق 50 لم تزل تحف حمات القلب من كل جانب. معي من بنات، معي من بنات الشوق 50 لم تزل تحف حمات القلب من كل جانب، تعالي وصبي فوق مسود بسمة يعد أخضر الأفواه وجه السحائب، تعالي فطعم الوصل بعد انقطاعه كطعم انفراج الهم بعد النوائب. الله الله، ما أجملها من خاتمة وما أحلاه من أمل وتفاؤل.
امتلأ به هذا النص حتى ازدحم. أستاذ خالد، لم يسبق واستوقفتك اللطيفة اللغوية ما بين مفردة حمات وحمات؟ قلت أكيد تحف حمات. كيف تقرأها؟ أقرأها بكل الحالتين، تقرأها بحمات وحمات الحالتين. نعم. هل أهل حمات هم الحمات إذن؟ هل هكذا هي الفكرة اللغوية تريد لنا أن نقرأ أخلاق هؤلاء الناس من أبناء سوريا؟ أنا أتمنى بكل تأكيد. كل التحية لأهل حمات وكل السوريين في جميع مدنهم وفي جميع أماكن وجودهم. بكل تأكيد، ولكل أخوتنا العرب أيضا على امتداد القلب العربي. أحسنت. حمات وحمات، أتمنى بكل تأكيد أن نكون صورة مشرقة عن حمات، أن نكون حمات حمات، حمات حمات وكل مناطقنا المستباحة وكل دولنا العربية التي ترتقب وتنتظر منا الكثير حتى نؤديه. ومن هذا الكثير الذي تنتظره التحلي بالواجب والمسؤولية. أستاذ خالد، ما هي أبرز القيم الواجب توفرها في الشاعر ليقال عنه صادقا في أفكاره التي يطرحها؟ أنا أعتقد أن على الشاعر أن يحس بالفكرة، نعم، أن يعيشها، أن يعانيها، أن يعتقد فيها أو بها، أن ترى فيه أولا وأن يرى فيها. أن ترى فيه أولا وأن يرى فيها. كيف يمكن له أن يرى بالفكرة؟ أن ترى فيه فهمنا، لكن كيف يرى بها؟ من خلال ما يكتب. من خلال ما يكتب. ألا تقرأ الشاعر من كتاباته أو الأديب أو الراوي؟ أو لا شك فيه. كذلك أرى من وجهة نظر شخصية، ترى فيه ويرى فيها. باعتقادك، هل التأثير بالشعوب منغلق على الشعر فقط أم أنه يمكن أن يكون منفتحا على الألوان الإبداعية الأخرى إلى جانب الشعر؟ لا لا، بكل تأكيد الشعر أحد الفنون. أنا وكلنا نتفق على أن الشعر فن. أنت مع فكرة أنه أحد الفنون أم مع فكرة أنه أول الفنون؟ أول بكل تأكيد. نعم. أنا عن نفسي كشاعر، نعم، طبعا أتحدث، أنا بالنسبة لي الشعر هو أرقى الفنون. أحسنت. عن نفسي أتحدث، وهذا كثيرون ربما يشاركونك هذا الرأي ويقاسمونك إياه ولا شك في ذلك. فالشعر أبو الفنون العربية وأسبقها وأقدمها وأبقاها بكل تأكيد، وهذا مما لا شك فيه. نعم، الشعر فن حاله حال بقية الألوان الأدبية. نعم. نعم، هذا الفن قد يحمل قضية وقد يحمل المسرح قضية، نعم، وقد يحمل التمثيل أو الغناء أو وهلما جرى. حدثنا عن القيم الواجب توفرها في نفس الشعر وروحه، أهم القيم من وجهة نظر خالد المحيميد. أنا بنظري الشخصي طبعا نحن نعيش تحت تجربة قاسية كسوريين وربما كعرب بشكل عام. صحيح. عن نفسي أتحدث، القيم الواجب توفرها بالشاعر أن يكون صادقا مع نفسه قبل كل شيء حتى يصدقه غيره. أحسنت. فكيف يصدقه غيره إن لم يكن صادقا هو مع ذاته؟ بالنهاية صحيح، القصيدة ارتداد صوت داخل الشاعر. بالفعل هي هكذا، هي ارتداد لصدى صوت الشاعر الداخلي. أحسنت يا أستاذ. فعليه أولا وأخيرا أن يكون صادقا حتى يصل. وعليك الآن أن تعطينا قصيدة من بنات أفكارك العزيزات عليك. نبتعد. القصيدة التي ستقرأها علينا الآن. نبتعد قليلا. من أي ألوان الشعر؟ طبعا بعيدا عن الحزن قليلا. تفضل. نتجه إلى الغزل. وليكن، اغزل علينا. أحبك حتى أعود لنفسي وأغزل من حمرة الخد شمسي. أحبك حتى أرافق ظلي إلى حيث يغدو التفرق عكسي. نعم. لكي يصبح الورد مني حديدا تكسر أغصانه كل فأسي. أحبك حتى تطل حمات على خافقي بطرحة عرسي. أحبك حتى تطل حمات على خافقي بطرحة عرسي. عظيم يا خالد.
تحررت بالقيد في مقلتيك، ورب تحرية بنت حبسي، ورب مكافأة عن ذنوب، وربتما البأس في ثوب يأسي. لقد أشعل العشق أخشاب روحي قصيدا، فأنطق حبك خرسي. الله. لأجلك طلقت أجلي ثلاثا، ونفضت جرحي واجتزت أمسي، وكممت صوت الأنا رغم أني، ليملأ ما فرغ البعد همسي. عظيم. وجئت بكلي إليك انكسارا، وأرضى إذا تقبلين بخمسي. حفظتك عن ظهر قلبي، ولما أزل حافظا لك درسا بدرسي. أي امرأة من مجاز مصفى أغاثت خيالي، فاخضر كأسي. أحبك في الصحو غيما، إذا ما تنام صعدت إليه بغرسي. أحبك شكلا ومبنى ومعنى، وأكثر قبل الجنون بحسي. عظيم. أحبك لا تسأليني لماذا، فما نفع جسمي من دون رأسي. أحبك لا تسأليني لماذا، فما نفع جسمي من دون رأسي. أحسنت أحسنت يا أستاذ خالد لفظ أفوك. أستاذ خالد، قبل ما نذهب ونروح للقصيدة الختامية في هذه الحلقة، لأمانة كانت حلقة جدا مميزة ورائعة لرفقتك، لابد من كلمة للشعوب العربية الباحثة عن حقها في الحياة والحرية. ماذا يقول خالد ابن البلد الجريح، خالد الشاعر الذي ينتمي إلى طينة البسطاء والكادحين والمكافحين، ماذا تقول لكل من يحاول انتزاع حريته؟ ربما أقتبس بيتا من قصائدي وأعيده وأكرره. أقول: لا يصغر المرء إلا من تخاذله، ولا يهون إذا ما عظم الغرض. وهذه رسالتي للشعوب العربية. أحسنت يا خالد. لسوريا التي تحب ماذا تقول؟ أقول لها: المستحيل حكايات مزورة، من صلب كل محال تولد الفرص. الآن رسالتك إلى القصيدة حتى تظل معك على عهد الوفاء، ماذا تقول؟ أقول للقصيدة: سأبقى على التل مستمسكا بعهدي ولو لم يصنه الرماة. سأبقى على التل مستمسكا بعهدي وإن لم يصنه الرماة. أحسنت أحسنت أستاذ خالد. أحسن الله. إلى مسك ختام هذه الحلقة، والقصيدة التي تود أن تكون مسكا للختام من خارج أسوار الوقت، تفضل. مدرج بالصمت. عنوان جميل. لا شيء في شفتيه مات كلامه، مذ أعلنت أضرابها إضرابها أحلامه. لا شيء في شفتيه مات كلامه، مذ أعلنت إضرابها أحلامه. لا شيء غير التيه زور سمته، لما تخلى عن هداه إمامه. لا شيء غير التيه مجددا زور سمته، لما تخلى عن هداه إمامه. تسع عجاف في يديه جفافها، وهو الذي تؤوي الندى أكمامه. عشر جفاف، عشر جفاف في يديه، عشر عجاف في يديه جفافها، وهو الذي تؤوي الندى أكمامه. منذ استباحتها الرياح وهجرت، لم تمطر السطر الظمي غمامه. خسر الرهان على صمود حروفه، فترجلت عن خيلها أقلامه. الشاعر المنسي خلف دموعه غذى لهيب عذابه استفهامه. من كيف من ولم الجواب مقيد التعليل، ضاعت في التغرب لامه. أعد أعد هذا البيت. الشاعر المنسي خلف دموعه غذى لهيب عذابه استفهامه. من
كيفما ولم الجواب مقيد التعليل، ضاعت في التغرب لامه. من كيف ما ولم الجواب مقيد التعليل، ضاعت في التغرب لامه. كم أرسل العذر البريء حمائما، فارتد مكسور الجناح حمامه. كم شد بالأصحاب أزر يقينه، فتمنعوا وتمعنت أوهامه. واليوم لاجهة تلم شتاته، يا الله، سيان غدرا خلفه وأمامه، وأمامه متجذر حتى النجوم بطينه، ومطهر حد التراب غرامه. لكنه السوري هذا ذنبه، نصبت على شوك الغياب خيامه. لا زارع الريحان مر بها، ولا رقت لغربة روحه أقوامه. يا الله، قاسي هذا البيت. حي برسم الموت منذ غيابه، تمشي على نصل النوى أقدامه. حي برسم الموت منذ غيابه، تمشي على نصل النوى أقدامه. عظيم. متوازيان طريقه وطموحه، متقاطعان شتاته وفطامه. مذ صار حلا للبحار سفينه، نهبت أمام عيونه أيامه. يا الله. لا تسألوه الشعر، خلوا حرفه، بانت من الورق الهزيل عظامه. لا تسألوه الشعر، خلوا حرفه، بانت من الورق الهزيل عظامه. خلوه بالصمت العتيق مدرجا، ما دام في كف الوعود سلامه. ما ينفع البدر التمام إذا هوى خلف اختناقات الضباب تمامه. سيعود يعتنق الحياة قصيده معنى إذا عادت إليه شاب. مدرج بالصمت كانت القصيدة الختامية في ديوانك، وهي نعم القصيدة الختامية في هذه الحلقة من بيت القصيد. سعدنا وشرفنا بك أستاذ خالد المحيميد، أو خالد أبو جاسم كما يروق لي أن أناديك. كانت حلقة جدة ماتعة رفقتك وبصحبتك وبجميل ما ألقيت علينا من أشعار، ويعني غزير الأفكار التي أغدقتها علينا من خلال تجربتك وعظيم إجاباتك. للأسف وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، ماذا تقول في الختام أستاذ خالد؟ في ختام هذه الحلقة جزيل الشكر لكم أستاذ مصطفى، ولقناة الرافدين، لبيت القصيد، لكل العاملين في هذه القناة، كل أيضا باسمه ومقامه. سلمت، ولابد أن يجمعنا الشعر دائما إن شاء الله، ولا شك في ذلك. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من بيت القصيد. الأسبوع المقبل يتجدد لقاؤنا وإياكم رفقة شاعر آخر، وحتى ذلك الحين لكم مني أطيب المنى. السلام عليكم، إلى اللقاء. شكرا يا أستاذ خالد.